أمير المروح في داهية يقول في مناجاته عظيم، هذه المناجات 9 كلمات فقعت عيون البلاغة والأدب، فثلاثة في المناجات: وذلك كفى بي عزا أن تكون لي ربا، وكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا. أفتخر أنه عبد الله، أفتخر أني عبد الله، عبد الله. فكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا. من يقول أمير المؤمنين؟ سيد الوصيين، قائد الغر المحجلين، سيد العارفين. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، إلهي أنت كما أحب فاجعلنا في شهر رمضان المبارك كما تحب. أنه كيف نكون في شهر رمضان؟ كيف نضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ وذلك بالعبودية. عندما نصل إلى هذا المقام تعرف فلسفة الحياة وسر الخليقة، أنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعبودية.